لسه صاحي من النوم دلوقتي. خلينا اروح لصاحبي مؤمن، عشان من وقت ما بقيت انا ايرون مان ما رحتش المدينة ولا مرة. انا لازم اروح لمؤمن بسرعة. خلينا افطر بقى عشان اروح لمؤمن صاحبي، ولازم اعرف منه هو ليه مش عايز يوديني المدينة. من وقت ما عرفت ان انا بقيت ايرون مان مش عايز ينقلني المدينة خالص. لازم اروح له واعرف هو ليه مش عايز يوديني المدينة بتاعتهم، ولازم اتدرب واثبت له ان انا اكون ايرون مان قوي. انا لازم اروح له دلوقتي. مؤمن. ايوه مين؟ انا ابو علي، افتح. اقدر ادخل. ايه يا مؤمن، انت مش عايز تفتح؟ ابو علي في حاجة ولا ايه؟ يا مؤمن في حاجة. من وقت ما بقيت انا ايرون مان يا مؤمن، وانا عمال اقولك انقلني للمدينة معاك وانت رافض. ليه مش عايز تاخدني معاك مع ان انا قوي؟ طب علي انت لسه ما اتدربتش كويس، واول ما تتدرب هنقلك. لا يا مؤمن، انا لازم اجي معاك للمدينة وانا ايرون مان قوي. انت بس وديني المدينة وملكش دعوة. طب انت جاهز يا ابو علي عشان نروح الجبل الابيض، عشان نروح المدينة؟ انا جاهز، يلا بينا. طيب يلا بينا نروح المدينة. يلا. انت مودينا فين يا مؤمن؟ انا مش قادر خلاص. ايه ده، احنا لازم ناخد الدرون ده ونروح المدينه يا ابو علي. ناخد الدرون؟ طب يلا بينا، انا عايز اروح المدينه. يلا بسرعه. يلا يلا بينا. اخيرا اروح المدينه. هي دي المدينه يا مؤمن؟ ايوه يا ابو علي هي دي المدينه. واو على المدينه يا مؤمن، المدينه كبيره. انت ليه ما كنتش عايز تجيبني هنا؟ بصراحه يا ابو علي كنت محتاج تدريب كتير عشان تيجي المدينه دي. يا مؤمن المدينه كبيره، بس انا مؤمن قوي. انت ليه مستهتر بيا؟ انا ايرون مان قوي. تعالى ننزل نروح المدينه. يلا بينا. وهو انت بتلبس بدله ايرون مان، وانا كمان هلبس بدله ايرون مان، وهننزل نشوف دلوقتي المدينه واثبت لك ان انا قوي يا مؤمن. بس انا عندي سؤال يا مؤمن، انت ليه بتيجي المدينه دي؟ عشان بساعد الناس في المدينه من ايرون مان الشرير. ايوه فهمتك. طب يلا بينا، انا محتاج ان انا اشوف ايرون مان شرير عشان اهزمه. لا يا ابو علي، ده قوي قوي وانت ضعيف. انت ليه مستهتر بقوتي؟ انا ايرون مان قوي، مالكش دعوه. بس تعالى بس نطير ونشوف دلوقتي المواطنين اللي هنقدر نساعدهم. يلا تعالى. يلا بينا. مؤمن انا لحد دلوقتي مش لاقي اي حد محتاج مساعده في المدينه. انت بتيجي هنا المدينه كل يوم وبتدور على المواطنين اللي محتاجين مساعده؟ ايوه يا ابو علي. طب احنا لحد دلوقتي يا مؤمن مش لاقيين اي حد محتاج مساعده. تعالى يا ابو علي. ايه في ايه؟ انا جاي. ايه ده اللي هناك ده؟ لا ما تموتنيش، مش عايز اموت. مؤمن مين ايرون مان ده؟ ايرون مان الشرير اللي انا كنت بحكي لك عليهم فوق. ده ايرون مان الشرير، هو اللي بيعايز موت المدني، احنا عايزين ننقذه. ايوه بس ده قوي عليك، مش هتقدر تغلبه. مين انا اغلبه؟ لا مش هسيبك، انا لازم اتدرب وهزمه. ايرون مان هساعدك. مين انت؟ ليه عايز تموت المدني؟ انت مالك؟ انا عايز اقتله. مؤمن انا لازم اواجه ايرون مان ده واقضي عليه عشان اعرفه ان احنا موجودين وبندافع على المدينه من ايرون مان الشرير. بس ده قوي يا ابو علي، تقدر تتغلب عليه. انا لازم اتغلب عليه واساعد المدينه زيك عشان اكون ايرون مان طيب واساعد المدنيين. طيب يا ابو علي انا لازم اتغلب عليه. ساعدك يا ابو علي. انا ههزمه يا مؤمن، لازم اهزمه. اهزمه انت يا مؤمن، ده هيموتني. انت اللي لازم تهزمه، انت قوي. قلت لك يا ابو علي اهزمه، عايز اساعدك. ايوه يا مؤمن، قدرت ان انت تهزمه يا صاحبي. مؤمن انا عايزك تدربني عشان اقدر اهزم الاشرار زيك. انت لازم توديني يا مؤمن جزيره التدريب عشان اتدرب. ما ينفعش يا ابو علي اوديك جزيره التدريب، انا جبتك هنا بالعافيه. يا مؤمن لازم تدربني عشان اكون ايرون مان قوي زيك واقدر اعزم الاشرار، وجزيره التدريب اقدر اتدرب فيها. بس جزيره التدريب دي يا ابو علي مكان سري. مؤمن لازم توديني، انت شايف الشرير كان هيموتني، لازم تساعدني، انا صاحبك. طيب يا ابو علي انا هوديك، بس اوعك تقول لاي حد. ما تقلقش يا مؤمن، مش هقول لاي حد على مكان الجزيره. تعالى بس انت وديني المكان. ماشي يا ابو علي، تعالى واقف. انا جاي. واو احنا جينا فين يا مؤمن؟ دي جزيرة التدريب يا ابو علي. دي جزيرة التدريب؟ واو انا لازم اتدرب عشان اكون ايرون مان قوي. ايوه يا ابو علي انت لازم تتدرب مع كل الايرون مان اللي حواليك دول يا ابو علي. يلا تعالى ورايا. انا جاي. انا بلبس البدلة اهو، انا لازم اتدرب عشان اكون قوي. طيب يا ابو علي تعالى. ايه ده، هو ده مكان التدريب؟
انا لازم اتدرب واقوي مهاراتي عشان اقدر اهزم ايرون مان الشرير في المدينه واكون زي مؤمن اساعد الناس. لازم اتدرب عشان اكون قوي. واو ايه المكان ده؟ انا لازم اتدرب يا مؤمن عشان اكون قوي زيك واساعد المدنيين. واو يا مؤمن ايه الابطال الخارقين دول؟ دول الابطال الخارقين اللي كانوا بيساعدوا المدينه يا ابو علي. واو في ابطال كتير. طب والابطال دي يا مؤمن ايه اللي حصل لها؟ الابطال دي يا ابو علي الايرون مان الشرير عايز يجي المكان ده عشان يدمرهم وما نعرفش نتدرب ونكون اقوياء. انا فهمت، ايرون مان الشرير مش عايزنا نتدرب على الجزيره عشان ما نقدرش نهزمهم في المدينه، صح؟ ايوه يا ابو علي. ايوه يعني هم ما يعرفوش مكان الجزيره اصلا. واو لا بس اوعى تقول لحد. لا مش هقول لاي حد على مكان الجزيره دلوقتي يا ابو علي. لازم انت تتدرب وانا هرجع المدينه عشان اساعد الناس. ماشي يا مؤمن. ماشي يا ابو علي. واو ايه المكان ده؟ ايه الابطال الخارقين دي؟ ايرون مان الشرير عايز يعرف المكان عشان يجي يدمر لنا الجزيره. انا مش لازم اقول لاي حد على المكان، ولازم اتدرب مع ايرون مان اللي معايا هنا عشان اكون ايرون مان قوي واساعد مؤمن ان احنا نساعد الناس والمدينه. انا لازم اتدرب واقوي مهاراتي. ايه ده؟ مين ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ عرف عن نفسك. انا ايرون مان لسه جاي الجزيره. انت مين؟ اسمك ايه؟ انا ايرون مان ابو علي. مين جايبك هنا؟ انا جاي مع ايرون مان مؤمن عشان اتدرب واساعده ان احنا نهزم الاشرار ايرون مان الشرير في المدينه. مؤمن؟ تمام ماشي يا ايرون مان ابو علي، بما انك لسه جديد على الجزيره من النهارده انا المسؤول عن تدريبك هنا في الجزيره. وانا من النهارده هتدرب معاك عشان اطور مهاراتي، مهاره الليزر وكل المهارات اللي عندي عشان اساعد مؤمن ان احنا نهزم ايرون مان الاشرار. تمام تعال معايا يا ابو علي. يلا بينا. من النهارده يا ابو علي ده طور التدريب اللي هتتدرب فيه. طور التدريب؟ ايه ده؟ ايه المكان ده؟ واو جميع الابطال انت شفتهم في الجزيره هناك كانوا بيتدربوا هنا في التاور يا ابو علي. فهمتك، وانا دلوقتي جه دوري ان انا اتدرب هنا في التاور عشان اكون ايرون مان خارق واكون قوي. بالظبط كده، لازم تتدرب يا ابو علي مع كل اللي موجودين. من النهارده تدريبك مع الروبوت ده. حاضر، انا لازم اتدرب عشان اقوي مهاراتي. حاول تتعدى قوتك القصوى يا ابو علي. يلا وريني قوتك. بقوي مهاره الليزر عندي. انت بتزغزغهم يا ابو علي. يلا اضرب عليه يا ابو علي. اضرب. اضرب بايدك الاثنين يا ابو علي. حاضر بس المهاره صعبه. قرب منهم شويه يا ابو علي عشان تعرف تقيم عليهم. حاضر. ايوه تقدر. حاول يا ابو علي توصل الليزر بتاعك في ابعد مكان. اوصل الليزر لابعد مكان؟ وصلته. عاش تقدر تقدر. كل اللي بيجي هنا بيجي يتدرب؟ كل دول جايين يتدربوا؟ ايوه يا ابو علي كل دول بيتدرب عشان ينقذوا المدينه. انا لازم اتدرب واكون بطل خارق زيهم بالظبط. ايوه يا ابو علي. لازم اطور مهاراتي عشان اقدر اقضي على الايرون مان الاشرار. لازم اقوي مهاراتي دلوقتي يا ابو علي. بعد ما انت دلوقتي اتدربت دلوقتي انت بقيت بطل خارق حقيقي وتقدر تكون شبه مؤمن دلوقتي. ده انت تقدر تروح للعالم التاني تحارب الاشرار. ايوه انا دلوقتي اتدربت على كل المهارات بتاعتي، مهاره الليزر والطيران وكله. انا دلوقتي اقدر اساعد مؤمن بجد، ودلوقتي وقتي انا ان انا اكون بطل خارق زي الابطال الخارقين دول واساعد المدينه مع مؤمن ونقضي على الايرون مان الاشرار. ايوه يا ابو علي انت قدها. المدرب مارتن. ايوه. مؤمن بيحارب ايرون مان الاشرار ومحتاج مساعدتكم في المدينه. ايه محتاج مساعدتنا؟ ابو علي. نعم. جد دلوقتي فرصتك انك تثبت نفسك وتكون شبه مؤمن. المدرب مارتن انا هروح اساعد مؤمن دلوقتي ونقضي عليهم. ايرون مان الشرير لسه لحد دلوقتي ما عرفتوش مكان الجزيره اللي بيتدربوا عليها ايرون مان. يا زعيم لسه ما عرفناش الجزيره اللي بيتدربوا عليها. وهتعرفوا مكانها امتى؟ هسيبك لحد امتى يعني يا ايرون مان شرير؟ انا لحد دلوقتي صابر عليك وصبري لحدود. ان ما عرفتليش مكان الجزيره وقتها لازم انا اقضي عليك. يا زعيم ايرون مان اللي عارف مكان الجزيره تحت، تعال نهدده هو هيعرفنا مكان الجزيره. يلا تعالى معايا وريهولي، انا لازم اعرف مكان الجزيره. يلا بينا. انا لازم اقضي على ايرون مان الاشرار. ايرون مان الشرير هو ده يا زعيم اللي عارف مكان الجزيره. انت اللي عارف مكان جزيره التدريب بتاعت ايرون مان؟
لازم تقول عليها دلوقتي، يا اما هتموت ومش هتروح الجزيره تاني. تحيل اللي انا اقول لك على مكانها. انت لازم تقول على مكانها، يا اما هتموت. اختار حاجه، يا تموت يا تقول على مكان الجزيره. انا عندي احبك بس ما اقولكش على المكان. انا لازم اقضي عليكم. احنا اللي لازم نقضي عليك. قلنا لك انت مش هتقدر علينا. قضينا عليها يا زعيم. ايوان بس ما عرفناش مكان الجزيره برضو. يا زعيم هو كان معاه واحد صاحبه، اتوقع انه عارف مكان الجزيره. واخيرا جيت المدينه عشان اساعد مؤمن، بس انا بدور عليه مش لاقيه. قضيت عليه. ايه ده، مؤمن صاحبي؟ انتوا اللي قتلتوا مؤمن صاحبي، انتوا لازم تموتوا. ايه ده، انت صاحب مؤمن؟ ايوان، وانا لازم اقضي عليكم دلوقتي. بس انا كنت بساعد مؤمن، انا ضد الايرون مان الشرير ده. يا زعيم انا معرفهوش، هو ده كان بيضرب مؤمن وده من فريق ايرون مان الشرير، وانا هساعدك ان انت تقضي عليه دلوقتي. يعني انت معايا في الفريق ضد ايرون مان الاشرار؟ انا اللي قضيت على مؤمن صاحبك، وانت دلوقتي لازم انا اللي اقضي عليك. وانا كمان هساعدك، احنا الاتنين فريق واحد. انا هساعدك واقضي عليه معاك عشان ناخد حق مؤمن. ساعدني. قضينا عليه، شكرا ان انت ساعدتني ان احنا نقدر نهزمه. انا اقدر اساعدك في اي وقت، بس المشكلة انا ايرون مان ضعيف ومحتاج اتدرب عشان اكون قوي واقضي على ايرون مان الاشرار. وانا كمان كنت ضعيف بس اتدربت على الجزيرة بمساعدة مؤمن، هو اللي وداني هناك. طيب ممكن توديني الجزيرة بتاعتكم عشان انا كمان اتدرب عليها؟ تعال معايا انقلك على الجزيرة واخليك تتدرب مع المدرب مارتن ويساعدك ان انت تهزم ايرون مان الاشرار، بس انت لازم تغير البدلة بتاعتك لبدلتي. تعال معايا. هي دي الجزيرة بتاعتنا اللي احنا بنتدرب عليها عشان نهزم ايرون مان الاشرار. تعال معايا عشان اخليك تقابل المدرب مارتن عشان هو اللي هيدربك. انا هاجي معاك دلوقتي عشان اقابل المدرب واتدرب معاك. دلوقتي البس البدلة بتاعتك ويلا بينا عشان نروح للمدرب مارتن. يلا تعالى معايا عشان اخليك تتدرب عشان انا وانت نهزم ايرون مان الاشرار وتكون انت صاحبي مكان مؤمن، لان مؤمن للاسف مات. تعالى معايا. انا جاي معاك، يلا بينا. هي دي الجزيرة اللي احنا بنتدرب عليها، ودلوقتي هقابلك على المدرب مارتن، هتلاقيه جوه عشان يدربك. تعالى معايا. يلا بينا. مدرب مارتن. ايه ده، مين ده بعدين انت جايبه معاك؟ المدرب مارتن ده شخص لقيته في المدينه وهو عايز يحارب معانا ايرون مان الاشرار وساعدني ان انا اقتل واحد منهم. ايه ده ابو علي، انت ايه اللي انت عملته ده يا غبي؟ المدرب مارتن عملت ايه؟ انت عارف انت جايبه على الجزيره ده مين؟ ده رئيس ايرون مان الاشرار. المدرب مارتن، اخيرا عرفت مكان الجزيره بتاعتكم. ايه ده، دلوقتي بقى هدمر لكم كل حاجه. انا لازم اقضي عليك، مش هتقدروا تعملوا لي اي حاجه. مدرب مارتن سامحني، دي غلطتي، انا لازم اقضي عليه دلوقتي، لازم نقضي عليه. انا لازم ادمر لكم كل ابطال الخارقين. انا لازم اقضي عليك لان دي غلطتي، لازم احرر الجزيره من شرك. انت لازم تموت، موت. مدرب مارتن قضينا عليه، سامحني ارجوك، انا ما كنتش اعرف ان هو قائد ايرون مان الاشرار. ابو علي ما تقولش لاي حد على مكان الجزيره ابدا مهما حصل. حاضر.